يوسف المرزوقي رئيس الدولة يصدر كتاب جديد فيه قائمة متاع صحفيين كانوا يبندروا بن علي ولا تعاملوا معه ولا أخذوا فلوس ولا حسلوا شموا ريحته ولا اللي هو المهم عندهم أي علاقة بأي واحد عنده علاقة ببن علي. اسم الكتاب الكتاب الأسود. بيان سور مدام كاتبو سي المنصف تحبوا كتاب أبيض بيان سور باش يكون كتاب أسود. يعطي الصحة سي المنصف بالرسم يعطي الصحة مع تقاعد يوري العباد شكون صحفيين اللي كانوا متعاضدين مع بن علي من بيت كيفاش لقى الوقت معناتها باش كتب كتاب رئيس دولة يكتب في كتب معناتها لاقي الوقت برافو بصراحة معناتها هذا يدل أنه الخدمة نتاعو معناتها ياسر مكدسة ونلقى الوقت باش يقعد يفرد في الأوراق في القصر ونجم يكتب الكتاب بخلاف معناتها أنه القائمة بقطع نظر أنها صحيحة ولا لا فانها تاخرت برشا وانها تاخرت برشا ولا الحديث توا عليها في اطار انتقاء مكة وتصفيه حسابات وكان ماكش معايا راك كونتري وكل لغه هذيك الكل تونتو كان بن علي قبل كان معناتها يحاول انه يشري ذمه الصحفيين وقت اللي يعطيهم فلوس لكن منصف المرزوقي يشري يحاول ذمه الصحفيين كي يصدر لهم الاسامي نتاعهم وهذا يمكن قسم مشترك ما بيناتهم الزوز كان الاجدر نشر القائمه نتاع العبيد اللي عذبت والعبيد اللي قتلت والعبيد اللي سرقت والقائمه نتاع قتلت الشهداء اه نسيتهم سي المنصف هذوما من بعد جي القائمه نتاع الصحفيين ايه مش مشكل انا حبيت نذكرك البينس هذاك سي المنصف اللي حاطه نتاع الشهداء في اللي فيه شهيد هذاك البينس اللي حاطه ذكرته ولا يظل قاعد بينس هذاك نجمتش تهبطها القائمة نتاع قتلت الشهداء صعيب عليك سي المنصف نعرف انت اللي تقدر عليه حسب الصلاحيات نتاعك كان معناتها صحافي هكا قديد كما الاخرين صعب عليك برشا دونك هذاك في انتظار انك تعطي القائمة نتاع الشهداء باش يقعد بينس معلقة هكاك باش كل ما تراه تتذكر العهد اللي ما اوفيتش به يا سيد الرئيس جوست حبيت نذكرك فيها هذايا اليوم الصباح جوست للاشارة القائمة نتاع الكتاب راهي ما تضمنش الصحافيين اللي خذاو سك غفران اللي كانوا يطبلوا البن علي واليوم طبلوا ولا بالازرق معناتها هذوكم لا اه لا هذوكم عندهم شرف معناتها وعفه كبيره برشا هذوكم براءه هذه خطيهم هذوكم احسن اعلام وذاك الاعلام البديل اللي لازمكم تتبعوه في الاثناء سؤال وحيد لسي المنصف باش نكمل خرجه زعما الكتاب هذا سي المنصف قداش من بطالك يقراه يلقى خدمه دخل خرجه دخل عهريك النهارده صبحي وليل ليل موزايك FM بودكاست.